رمضان كريم، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من صحتك مع بيرلا. اليوم الموضوع رح يكون عن طرق الطبخ وكيفية التعامل مع الطعام الزايد. أكيد نحن ما بنحب لما يكون على الإفطار عاملين كذا طبق وعاملين عزيمة ويبقى أكل، أكيد ما بنحب نحن نكبهم. نفس الوقت يمكن نحتار إذا بقيوا وقت مطول أو إذا طالت كتير القعدة، شو بنعمل بهالأكل؟ هل يا ترى هي بتضرنا بعدهم صحيين؟ شو قصة البكتيريا اللي عم تتكاثر؟ وإذا حطيناهم دغري بالبراد فينا نرجع ناكلهم مسقعين؟ أو إذا هن بالفريزر فينا نرجع ننزلهم على البراد؟ أو فينا ناكلهم بسرعة؟ أو فينا نسخنهم ناكلهم؟ كل هالأجوبة رح جاوب عليها بهالحلقة. رح نبلش بالأول عن أهمية تحضير الأطباق مسبقاً قبل ما نكون نحن وصلنا على الإفطار، يعني نحن نكون محضرين إنه مثلاً رح نعمل كم سلطة، كم طبق مع خضرة، كم طبق مع لحمة، أو كم طبق مع سمك والدجاج والحلويات. نفس الوقت نكون حاسبين لحساب إنه لما يتبقى مأكولات كيف بدنا نوضبهم بقلب البراد. هون رح أحكي كتير، رح شدد شوي عن أهمية تنظيم البراد وكيف لازم نحط الأطباق بقلبه. أول شيء الأطباق لما نكون نحن خلصنا إفطار وبدنا نضب الأكل لازم يكون لهم، هلا هو عادة بيكون لهم شيء ساعة ساعتين، يعني ما بيكونوا كتير سخنين، بنحطهم بطبق هو لازم يكون مخصص للتبريد، مش يكون طبق ما بيضاين بالبراد. منجيبه منحطهم بقلبهم الرز مع الأكل، وننتبه إنه كتير يكون مغلقة ومحكمة، مش تكون عم تشرشر لما نحن نحطها بالبراد، يكون بعده عم ينزل سوائل من الطبخ أو ينزل طبخ مثلا على الطبق الثاني، لأنه هذا الأمر أكيد رح يولد تكاثر بكتيريا وهذا الشيء ما بيجوز بقلب البراد. ثاني موضوع رح أحكي عنه بقلب البراد هو أهمية النظافة. كل فترة عن فترة لازم نحن نمسح برادنا، نمسحه لو حتى للعين منه مبين انه هو وسخ او منه نظيف، بس نحن يفضل نضلنا عم اكيد نطلع كل الاغراض ونضلنا نكون عم ننظفه كل فترة وفترة. هلا اذا نحن عم ننقل طبق وبالغلط نزل منه كاتشب او صلصة او وقعت شقفة لحمة، ابدا ما بنخلي لفترة طويلة بلا ما نكون نحن دغري نظفناهم، بننظفهم بالصابون وبنرجع بننشفه حتى نكون نحن تأكدنا انه هالبكتيريا ماتت، مش بس بالمي بنمسحه، بنغسله بمعقم او بالصابون تنكون تأكدنا انه راح ريسك الامراض. هذا بالنسبة للبراد، للاطباق كيف نحطهم ونسكرهم بطبق محكم. تاني شغلة بدي احكي عنها كمان الهواء بقلب البراد. نحن لما نحط هالاطباق المسكرة او حتى اذا حاطين فواكه او خضرة بهمنا كتير يكون في مجال تا الهواء يقطع بيناتهم لحتى ما درجة البراد توطى، اذا تعلى عفوا، يعني يصير في شوب اكثر بالبراد. نحن بهمنا البراد يضل مبرد بطريقه صحيه وبطريقه مزبوطه، ونكون نحن مش زركين الاغراض بقلب البراد حد بعضهم حتى نخلي للهواء يكون عم يقدر يمر بيناتهم. كمان بهمنا كثير الفواكه والخضره قبل ما نحطهم بالبراد نكون مغسلينهم، ما فينا نحن نحط شيء منه مغسل بالبراد بركي تلا مأكولات ثانيه. اذا فتحنا علبه معلبات مثلا، علبه تنك او حديد، ما فينا كمان نحطها مثل ما هي بالبراد، بدنا نتاكد كمان انه الوعاء اللي عم نستعمله هو مخصص للتبريد، واذا نحن سخنا هالمأكولات كمان يكون بوعاء مخصص للتسخين، والا معقول يدوب او معقول بلا ما نشوفه نحن يكون عم بيأثر، عم بيفوت مواد مضره للصحه من الوعاء بقلب الاكل، ونحن لما نتناوله بنكون عم ندر صحتنا. هول الامور اللي خاصه بالتبريد. هلا نحن بردنا ما تبقى من الافطار. هون مشاهدينا بحب اذكر انه ما بنخلي مأكولات اكثر من ساعتين محطوطه على حراره البيت بلا ما نكون يا اما بردناها يا اما سخناها. ليه؟ لانه نحن عاده الاطباق لما نحن نطبخهم لازم يوصل حراره الطبخ فوق الستين درجة عادة. بالبيوت لازم يبقى يكون في ثرمومتر او ميزان للحرارة هو مجهز للطبخ وللبراد، تنتأكد انه البراد ماشي،
تحت الأربع درجات والطبخة عم توصل تسخينها لفوق الستين درجة. ما بهمني أنا الأكل بس تصير طعمته أنه سخنين، لا بهمني كمان يكون فعليا وصلت حرارة الطبخة كلها من شكه بالنص يكون فوق الستين درجة. إذا لا منخلينه على القليل شوي يغلوا المأكولات أو يبقوا مطولا على النار، هيك منكون شوي أمننا أنه وصلت لفوق الستين درجة. أوكي حطيناهن، بخلال ساعتين كنا نحن تناولناهن ومدت القعدة لأكثر من ساعتين، ثلاث ساعات أربع ساعات، وفي لحمة وفي دجاج وفي أطباق لازم تتبرد. أنا عادة بنصح بعد الثلاث ساعات، بعد الساعتين عفوا، حيلا محل كنا إن كنا بالبيت أو كنا بمطعم، هول المأكولات ما بقى تكون بقى من بعد الساعتين صالحة للأكل. شو بدنا نعمل؟ نحن ما بنحب نكب أكل، أكيد ما في مشكلة على الساعتين يا أما منبردها يا أما منرجع منسخنها، بس نخليهم على الهواء الطلق ناطرين المأكولات ساعتين ما عم نعمل شيء تنضبهم أو تنرجع نستويهم، هيدا شيء كتير مضر للصحة. ليه؟ لأنه البكتيريا اللي بقلبهم، خلينا نتفق نحن انه كل المأكولات فيها بكتيريا، حتى نحن على جلدتنا وعلى كل الأسطحة اللي بندق فيهم بيكون في بكتيريا، ولكن بقلب الطعام بعد الساعتين أغلبية البكتيريا بتكون مش بس دوبلوا تربلوا، بيكون صاروا كمياتهم يعني هائلة، وهذا الشيء أكيد بضر بالصحة. نحن لما نطبخ الأكل ونسخنه فوق الستين درجة بنكون قد ما بنقدر عم نقتل بكتيريا، بيبقى شيء كتير بسيط غير مضر للصحة. إذا نحن بعد الساعتين بعده مقبول مستوى البكتيريا بقلب هالطبخة، قررنا أنه بدنا نضبهم لأنه ما بقى بدنا نكمل الأكل، منضبهم بوعاء محكم ومغلق منحطهم بقلب البراد، ساعتها البكتيريا ما بتعود عن تتكاثر، ساعتها هون منكون نحن مأكدين أنه بقلب البراد البكتيريا بعدها ستيبل، منا لا عم بتزيد وأكيد ما بتكون عم بتموت. ولكن إذا قررنا تنهار نرجع نتناول هالمأكولات، نرجع منسخنهم على درجة فوق الستين مئوية ومنرجع نقدر نتناولهم بلا ما نكون عم نعرض حالنا لمشاكل التسمم الغذائي، الإسهال، الغثيان إلى آخره. هول بالنسبة للتسخين، وأكيد نرجع حتى هول مسخن خلال ساعتين لازم يكونوا تقدموا واتاكلوا، ما فينا نخليهم هيك بلا ما يكونوا مبردين أو مسخنين. هلأ إذا نحن عم نعمل سلطة أكيد هالأمور ما بتتطبق على السلطة، فينا ناكلها بسرعة للسلطة، وقد ما فينا نعمل حصة على قد ما نحن بدنا ناكل، ما نكون عم نخلي لتاني نهار لأنه السلطة بتفقد من قيمتها الغذائية إذا نحن خليناها لنهار التاني. اللحوم عادة المطبوخة مثل الدجاج، السمك، اللحمة بتبقى بالبراد من يومين لثلاثة أربعة ماكسيموم، كل شيء خضار مسلوق مطبوخ تاني نهار بكون فقدت تقريبا بأكثر من 50% من الغذاء تبعها، لكن نحن ما بنخليها أكثر من نهارين بتكون صارت منا بقى مفيدة للصحة. إذا نحن عم نفرز أو جبنا لحمة مثل ما هي منا مقصقصة ومتروكة بالفريزر، هون ساعتها بتضاين أكيد أكثر، فينا نخليها لحديت الست شهور بالفريزر. وكيف بدنا نرجع نستعملها؟ أكيد في طريقة خصوصي لنشيل مأكولات من الفريزر وكيف نقدر نحن نطبخها. أول شيء فينا قبل بليلة نحطها بالبراد نخليها لتاني نهار، يا أما إذا نحن مستعجلين وشايلين مثلا اسكالوب أو قطعة لحمة بدنا هلأ نطبخهم بنحطهم تحت المي وهي جارية، يعني المي عم تمشي عليها تقدر تدوب، مش منغطسها بمي ومنفل ومش منخليها على طاولة المطبخ لهي تدوب لحالها، هول وسائل كتير خطرين معقول كمان يؤدوا لتسمم من هالطبخة، لكن منحطها يا أما بالبراد قبل بنهار، يا أما منمشي عليها المي مسقعة ماشي، يا أما منحطها بالمايكروويف بيكون هو في عنده سيستم بسموها ثوينج أو يعني من حتى ندوب الجليد من المأكولات، وساعتها بنرجع نطبخهم وبنرجع بتطبق هون انه قصة الساعتين انه لازم ناكلهم بخلال هالساعتين. هلا بالنسبة للفواكه والخضرة، مش كرمال تسمم او شيء، بس كرمال في اشخاص لانه بتعملهم حموضة بالمعدة بتضايق، دائما انا بنصح انه بعد الافطار على القليلة بساعتين او ساعة نكون عم نتناول نحن الفواكه او الحلويات.
وهون انا سبق وذكرت عن الدهون انه قد ما فينا الحلويات نكون عم نستبدلها بالفواكه، وتكون الحلويات اكيد مبرده دائما، وخصوصا اذا فيها القشطه. القشطه يعتبر من الماكولات اللي كثير عندها ريسك عالي انه تنتزع او تسمم، والناس تعاني من الاسهال من وراها. لكن القشطه بدنا نعرف نحن من وين جايبينها، بدنا نتاكد انه محل اللي اشترينا منه القشطه يكون مبرد كل الوقت، والحراره منا عم تلعب بين تنقطع الكهرباء وبين ترجع تجي. هيدي كلها اذا نحن في عنا شك بامر ما انه بركي القشطه انقطعت شوي عنا الكهرباء، ناخذها ومنكبها بنتخلص منها، تنكون نحن عم ناكد انه رح نكون بصحه منيحه، وما تكون هالقشطه عم تاثر اكيد على صحتنا. هول بالنسبة لكيفية الطبخ ولكيفية معاملة الأكل اللي بيكون زايد تما نكون نحنا عم نكبه. أكيد كل شيء معلب ودجاج بيكون جاي بعلبته أكيد رح يضاين أكثر، وهون دايما بنصح أنا مع لي مشاهدين قد ما فينا نشوف قديش امتين تاريخ الانتاج وامتين بتنتزع هالمأكولات، دائما نرجع تو دبل تشيك نشوف امتين الاكسبيريشن ديت حتى ما نكون عم ناكل طعام منزوع ونكون عم نتضايق. وهون بما انه عم نحكي عن التسمم بدي كمان اقول شغله كثير مهمه، انه في ناس يمكن بيتناولوا الطعام بيروحوا على البيت بالليل بيقضوها عم بيعانوا من اسهال ومن لعي النفس ويمكن حتى يراجعوا الماكولات. هون بدي اقول انه معقول تكون من اكل دغري اكلوها اذا كانت منزوعه، اما اذا كان فيها بكتيريا في انواع بكتيريا بتبين بخلال يومين وثلاثه، يعني هيدي الماكولات مش اللي هلا اكلوها، بيكون لهم يمكن يومين متناولينها ولكن هلا بينوا الاثار العوارض التسمم. سو اهم شيء نسال دغري الطبيب المختص وهو بينصح اذا نحن بنروح على المستشفى او لا، لانه اذا في كثير اسهال عالي وكثير يعني لعي النفس وراجعوا الاكل بطريقه كثير كثيفه، ساعتها اكيد بنخاف من النشاف، والنشاف معقول يفوتنا على المستشفى. سو بنكون كمان عم نشرب مي بطريقه منتظمه. هيدا كل شيء بخص طريقه الطبخ وكيف نضب الاطعمه المتبقيه بالبراد. بقوا معنا بالحلقه الجايه لمعلومات كمان مفيده كثير ومعقول تفيدكم. We'll be right back.